حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل ابي جعلت اكشف الثوب عن وجهه ابكي وينهونني عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فجعلت عمتي فاطمه تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. تابعه ابن جريج: أخبرني ابن المنكدر، سمع جابرًا رضي الله عنه